التعليم لهم ويقولون انهم لا يستطيعون ان يقابلوه. عايز ابدا معاك تقول لي الاسم. انا دكتور محمد زهران، حضرتك مدير رعايه الموجودين في اداره المدرسه التعليميه في القاهره. طيب دكتور محمد، لو عايز الخص مطالب المحتجين اليوم ما هي؟ مطالب المحتجين هي مطالب مشروعه حضرتك. وزير الماليه ومجلس الوزراء قال ان هناك حافز اثابه 200% لجميع العاملين بالدوله. لا حافز اثابه، يعني انا عايزك تناقش مشاهد. تمام. مشاهد اوضح له بس. حافز الاثابه ده 200% من اساس المرتب تصرف لجميع العاملين بالدوله. تم الصرف لجميع العاملين بالدوله وجميع الوزارات وجميع الهيئات عدا وزارتين، وزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم. وزير الصحه راح لوزير الماليه، اصبح ثاني يوم حد ادنى للاطباء 1300 جنيه وحافز الاثابه 200% يصرف. اما المعلمين وزير التربيه والتعليم بتوصله معلومات مغلوطه اللي هي ايه؟ راح امي قال لك ال 200% دي يصرفوا، بياخد نادر معلمين، بياخد مكافاه امتحانات، بياخد كذا وكذا وكذا. طلع في الاخر ان المعلم يصل حافز الاثابه 25%، العامل بالمدرسه عندي يحصل على 200% وانا احصل على 25% من حافز الاثابه. المصيبه بقى ان معالي الوزير يصرح لوسائل الاعلام سواء مصروع او ايا كان، يقول ان المعلم يحصل على 335%. التصريح ده يدل ان ما يصل للوزير من معلومات تصل من مساعدين مغلوطه. فكل مطالبنا المشروع حافز الاثابه زينا زي العاملين بالدوله، لا بنطالب بزياده ولا نقصان، مع العلم ان المفروض ان المعلم ان يكون افضل من هؤلاء جميعا بحكم وظيفته، لكن احنا توفيق حافز الاثابه 200% دون احتساب كادر ولا مكافئات ولا غيره. 2 الترقيات بتاع المعلمين في جامعاتها. 3 الدرجات الماليه الموقوفه بدون سبب. وانا حضرتك بلغت النائب العام والنائب العام لم يتحرك. الشروط اللي هو امتحان الكادر المهين اللي اتعمل للمعلمين، هل يطلب من الاطباء ان يجروا عمليه حتى يعطيهم الكادر؟ فلماذا يطلب من المعلمين ان يمتحنوا امتحان سيء في مكان أسوأ يشرف عليهم عمال في الجامعات المصريه من اجل صرف الكادر المعلمين؟ نرويد الكادر بحق المعلم ياخذه دون نقصان وبكرامه وبمشروعيه، وعاوزين زينا زي العاملين في الدوله. شايف ان الاختبار ده مهين يعني؟ مهين. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، الاختبار ما هو الاختبار امام المعلمين؟ اقول لحضرتك ان الاختبار عباره عن ورقه بتخش تتعلم فيها في اسئله مهينه في وضع مهين في حاجه الناس مش عارفين عنها حاجه. علشان تمتحن حضرتك لازم تتدرب على ما تمتحنه، انما دخل المعلمين يمتحنوا فيما لا يعلمون علشان خاطر ايه حضرتك؟ يوفروا الفلوس للوزاره وليس للدوله. حضرتك في الوقت اللي هو بيقول ما فيش فلوس، شوف المكافئات والمنح والحوافز اين تذهب وزاره الرياضه؟ طيب انا عايز اكلمك.